طيب اتفضل يا كريم. تمام. أولا شكرا جدا لليوم وللإيفنت وكل حاجة، وشكرا إن أنتوا يعني تستضيفوني، دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا اسمي كريم هشام، حاليا أنا شغال ريسيرشر في تكنيكال يونيفرسيتي في ميونيك. النهاردة يعني هنتكلم بشكل سريع ومبسط عن ايه هو الكوانتم ماشين ليرنينج عامة، هل هو صعب، هل هو سهل، هل او ايه هي الحاجات اللي احنا المفروض نكون يعني متمكنين منها علشان نقدر ان احنا نخش على طول في المجال ده لو حابين ان احنا نخش فيه. يعني دي حاجة. الحاجة التانية، ازاي ممكن نستخدم كيسكت في او او يعني ازاي نقدر ان احنا نستخدم كيسكت في ان احنا نقدر يعني implement الجوريزمات بسيطة جدا. مش يعني النهاردة مش هنقدر نتكلم في حاجات يعني نوعا ما complicated شوية. فال table of contents للنهاردة ايه هو المشين ليرنينج، بعد كده هنتكلم على simple classification example، بعد كده حاجة مهمة جدا ال importance of data transformation، بعد كده ايه هو الكوانتم machine ليرنينج، وفي النهاية خالص هنتكلم على ازاي نقدر نستخدم كاسكت machine ليرنينج. حاجة بس مهمة، انا يعني انا عامل كده assumption، ثانية ادخل سلايد شو الاول. انا عامل assumption ان يعني الناس نوعا ما عندها شوية familiarity بالكلاسيكال machine learning at least ال basics. بقسم برضو اللي الناس already عارفة linear algebra at least في ال basics بتاعت quantum computing. ايه هو quantum circuit، ايه هي ال quantum gates. مش مشكلة قوي المفهوم بتاع ال quantum mechanics، بس at least ال postulates زي مثلا ايه هو superposition entanglement، وطبعا سوفت وير سكيلز. ايه هو الكلاسيكال ماشين ليرنينج او المشين ليرنينج عامه؟ نقدر ان احنا يعني التعريف ده نوعا ما هيبقى مختلف شويه عن الستاندرد اللي موجود في الليتريتشر. تقدر تعتبر ان المشين ليرنينج بلاك بوكس، كل اللي بيعمله اللي هو بيحاول يوفق حاجتين مع بعض، او بيحاول ان هو يقرب انبوت لاوتبوت معين. على سبيل المثال هنا مثلا، فين ال على سبيل المثال سي انا عندي كوره وعايز اخليها تبقى كبيره، ففي بلاك بوكس معين. البلاك بوكس ده انا لنفترض يعني الطبيعي اللي احنا نقدر ننفخ مثلا الكوره شويه هواء زياده فحجمها هيزيد، دي مفهومه شويه. لكن على سبيل المثال لو انا عندي موديل بالمنظر ده، دي حاجه اسمها نيورال نتورك، اوكي، بدخل لها صوره، وهو في النهاية الموديل ذات نفسه بيرد عليا بحاجة بسيطة جدا، بيرد عليا بسترينج، أو ممكن يرد عليا زي مثلا فلوت أو انتجر أو whatever. واللي بيرد عليا بيه أو الليبل اللي بطلعها من الموديل هو بيقدر يكلاسيفاي. طب ازاي هو قدر يعمل حاجة زي كده؟ في طرق اوبتمايزيشن كتيرة مختلفة، بس الفكرة اللي أنا عايز أوصلها ليكم عن أو ايه هو الماشين ليرنينج ذات نفسه، الموضوع ببساطة بلاك بوكس، انت بتحاول تديله حاجة وهو بيحاول على قدر الامكان اللي هو يوفق ما بين الانبوت اللي انت مديهوله والاوتبوت برضه اللي انت عايزه. يعني انت مثلا مديله صورة كلب، فهو المفروض هيطلع لك صورة كلب، او يقول لك ان دي الصورة دي جواها كلب، او مثلا يحدد لك مكان الكلب جوه في الصورة على حسب انت بتفورميوليت البروبلم بتاعتك فين او ازاي. هل انت عايز تعمل ديتكشن للكلب مثلا جوه الصورة؟ هل انت عايز بس جاست كلاسيفاي وتقول ان في كلب؟ هل انت عايز تعمل الحاجتين مع بعض؟ اوكي، او مثلا انت بتدي له يعني على سبيل المثال مجموعه ارقام وهو بيرد عليك برقم معين، على سبيل المثال زي مثلا ريجريشن او الفوركاستنج مثلا للويذر، بتدي له البيانات بتاعت السنين اللي فاتت وتقول له توقع لي على سبيل المثال الـ درجات الحراره النهارده او بكره، او يعني وات ايفر انت حابب تعمل فوركاستنج لمده قد ايه في المستقبل. دي فكره سريعه الماشين ليرنينج عامه. يعني بعد كده في بايب لاين. البايب لاين ده يعني ناحيه الاندستري اكتر منه كاكاديميا. الاكاديميا في الماشين ليرنينج دايما بتركز على الاستاتستيكال مينينج للالجوريثم او للموديل اللي انت بتشتغل عليه. هو الموديل ده بيشتغل كده ليه؟ في الاندستري برضو مهم جدا ان انت تبقى عارف الموديل ده بيشتغل ازاي بالمنظر ده، ولكن
في حاجات برضو بتبقى مهمة جدا وبتفرق، زي يعني على سبيل المثال ازاي اللي انت تحدد البيزنس جول بتاعك، ازاي اللي انت تفريم الماشين ليرنينج بروبلم، هل انت عايز الماشين ليرنينج بروبلم بتاعتك تعمل كلاسيفيكيشن او تعمل لوكاليزيشن لحاجات معينة، او زي مثلا عايز تعمل حاجتين مع بعض، او تقدر تعمل اكتر من كذا تاسك، او تدخل مثلا اكتر من كذا تايب اوف داتا، يعني صور مع تكست مع فويس وحاجة تانية، والاوتبوت بتاعك يبقى مثلا جنريشن لحاجة تانية. يعني على سبيل المثال ممكن تدخل له صورة هو يجنريت ليك تكست لمجرد اللي هو بيدي لك كابشن عن الصورة، او العكس تدي له الكابشن هو يجنريت الصورة ذات نفسها. فده انت ازاي بتفريم الماشين ليرنينج بروبلم بتاعتك بناء على الفهم بتاعك. انت بتبتدي تجمع داتا وبتحاول على قدر الامكان ان الداتا دي فعلا بتبقى بتغطي معظم اليوز كيسز اللي انت عايز تشتغل عليها. بعد كده تعمل شغل الداتا اناليسيس بتاعك، في النهاية بتختار موديل معين وبتحاول ان انت تحسن فيه، وفي النهاية بتعمل له ايفالويشن، بعد كده بتعمل ديبلويمنت على السيرفر او وات ايفر الانفايرمنت اللي انت هتبقى شغال عليها. و ده مش النهاية، انت بتفضل تعمل المونيتورنج على طول علشان تقدر تشوف لو في اي ديجريديشن للبرفورمانس، فاللي انت تضطر تعيد تاني السايكل دي كلها على بعضها. الماشين ليرنينج يعني يعتبر سب فيلد من ناحية بقى الأكاديمية، يعتبر سب فيلد من حاجة كبيرة قوي اسمها الارتفيشال انتليجنس. الماشين ليرنينج من جواه بيهتم بشكل كبير جدا بين ان احنا نوبتمايز وات ايفر الالجوريثم اللي احنا هنشتغل عليها، اللي احنا بنوبتمايز البارامترز بتاعتها علشان ابروكسيميت الانبوت للاوتبوت، جاست ا فانكشن او يا فانكشن ابروكسيميتد. فانت بتحاول على قدر الامكان ان انت تفاين تيون البارامترز وتحاول تحسن في الفيتشرز علشان تسهل على نفسك فكره الابروكسيميشن ما بين الانبوت والاوت. طبعا في حاجه اسمها الديب ليرنينج، وده يعتبر اكتر حاجه ادفانس دلوقتي ومعظم الناس كلها بتركز عليها، هو ده صف فيلد من جوه المشين ليرنينج. معظم الالجوريزمات، او مش معظم ده يعني 99% من الالجوريزمات بتاعته بتبقى شغاله بشكل كبير جدا على الجريديانت بيست ابروتشز، والبرفورمانس بتاعه يعني دوميننت في كل المجالات حتى الآن. يعني ما ندر اللي ممكن تلاقي traditional machine learning algorithm ممكن تصد شوية مع deep learning algorithm أو مع neural network بمعنى أدق يعني. وده طبعا في النهاية دايما حاجة زي كده بتبقى data dependent. لو انت الداتا set بتاعتك صغيرة، يعني بتتكلم مثلا في 1000 سامبل مثلا زي 500 فيتشر، فلا ممكن تشتغل تراديشنال ماشين ليرنينج. لو مش جايب لك احسن نتائج فتقدر تخش على الديب ليرنينج على طول. As a simple classification example، عندنا زي مثلا داتا سيت زي دي، عندنا في حاجتين بلو دوتس والريد دوتس. انا كل اللي انا عايز اعمله اللي انا احاول الاقي فيصل او خط يقدر اللي هو يفصل الداتا دي عن بعضها، بحيث ان انا لما اجي اديله نيو بوينت او اديله داتا جديده اقدر على قدر الامكان اقول والله النقطه الجديده دي هل هي بلو او ريد. اند ذاتس ات، دي فكره الكلاسيفيكيشن. ابسط كلاسيفيكيشن موديل ممكن يكون ستريت لاين بالمنظر ده. الستريت لاين دي الايكويشن بتاعت الستريت لاين، بس احنا عايزين نخلي الموضوع يبقى باينري شويه بحيث ان احنا نفرق ما بين 0 و 1. على سبيل المثال احنا هنا واحنا بنحاول نفورميوليت البروبلم بتاعتنا، احنا عايزين على قدر الامكان نخلي الاوتبوت بتاعنا يبقى باوندد ما بين 0 وال 1. ده اول حاجه، لان الاوتبوت اللي طالع سوري الاوتبوت الاوتبوت اللي هيطلع من الستريت لاين ايكويشن انباوندد، ممكن يبقى يعني ثيوريتيكلي ما لا نهايه الماينس ما لا نهايه، ده ما ينفعش. فاحنا عايزين حاجه فانكشن تعمل ترانسفورميشن للاوتبوت اللي طالع من الموديل علشان نخليها ما بين الصفر والواحد. الفانكشن دي بيسموها سيجمويد. اوكي، بعد كده احنا عايزين فانكشن ثانيه. الفانكشن الثانيه دي بتفورميوليت الاوتبوت اللي طالع ما بين الصفر والواحد بالمنظر ده علشان في النهايه اللوس بتاعي يبقى نوعا ما شغال على اللوج او البروبابيلتي بتاعه اللوج لايكلي هود. هل البوينت الجديده اللي داخله دي related اكتر مثلا للريد او للبلو. اوكي، فدي بيسموها الباينري كروس انتروبي.
يعني it's very obvious طبعا ان حاجه زي دي ما تنفعش خالص، على الرغم من ان الترانسفورميشن ده قد يبدو انه نون لينير، لكن هو في الاصل الالجوريزم كلها اللوجيستيك دي بيسموها لوجيستيك ريجريشن. اللوجيستيك ريجريشن هنا لينير ان وات، لينير ان الويتس، لان هنا الايكويشن دي لو هنعمل لها دي كومبوزيشن كده وتتفك هتلاقيها زي مثلا W1 في X1 W2 في X2 W3 في X3، فالموديل هنا linear in terms of ال weights بتاعته مش حاجة تانية. لو نفترض جدلا ان ال x دي او ال features دي x اس 2 x اس 3 x اس 4 we don't actually care، مش هتفرق معانا في اي شيء خالص. في النهاية ال weights هي اللي هتفرق، لان ال weights هنا ال order بتاعها ب 1، it's a linear equation في النهاية. طيب المفروض نعمل ايه علشان نقدر ان احنا نميتيجيت المشكلة دي؟ اول حاجة ممكن ان احنا نبص على او يعني explicitly، هنا explicitly بنعرف feature map او function. الفانكشن دي بكل بساطه لو انا عندي feature 1 و feature 2 انا عايز اكريت feature زياده. الفيتشر الزياده ده نفترض جدلا ممكن يكون اي حاجه، انت ممكن تختار الترانسفورميشن اللي انت عايزه مش هتفرق، دي حاجه ترجع لك. انا هنا اخترت x1 اس 2 زائد x2 اس 2، تمام. طيب ده هيعمل معايا ايه؟ هيفرق معايا ازاي؟ هيخليها بالمنظر ده، حرفين الداتا in a three dimensions in three dimensions. تقدر ان انت تجيب هايبر بلين او فعلا هايبر بلين يقدر اللي هو يقوم يفصل الداتا بتاعتك بكل سهوله. فبدل ما انت عندك W1 و W2 الويتس اللي هي زي اللي موجوده في السلايدز دي، يعني على سبيل المثال لو احنا هنا عندنا بس تو فيتشرز فانت هيبقى عندك W1 و W2، تمام. لكن هنا هيبقى عندك W1 و W2 و W3. هل ده هيفرق؟ بالتأكيد هيفرق. اوكي لو نشوف بس اكزامبل كده سريع. I think اللي انا ممكن انا اقول هل واضحة ولا اعمل زوم اكتر؟ الو حد سامعني؟ يا كريم، تمام يا كريم، ممكن يعني تعمل لو زوم أكبر قريب يبقى شوية؟ أفضل لو تقدر، يعني تمام كده كويس أوي. اوكي we can get rid of this right now. نخلينا هنا. طيب logistic regression طبعا، يعني لو في اي حد شغال شويه في المشين ليرنينج هيبقى عارف ان في already libraries كتيره بالهبل بتقدر اللي هي يعني already implemented the logistic regression but much much more efficient way than this. This is a very naive implementation، ولكن هو مازال valid ومظبوط ما فيهوش مشاكل. يعني again انا مش هخش في التفصيل بتاعته، انا حابب اشير معاكم النوت بوك، براحتك تبقى تبص فيها. هنا انا عملت implementation لل logistic regression from scratch، تمام. اللوس فانكشن بتاعتي السيجمويد، عايز اوبتمايز الويتس، عايز اعدل الويتس. فابسط حاجه اللي انا بحسب الجريدينت. قد يبدو ان منظر الجريدينت هنا مش مظبوط قوي، بس الفكره انا يعني اشتغلت على فيكتورايزد فيرجن، لان انا لو هحسب الجريدينت لكل ويت لوحده هتبقى فور لوب، وفور لوب كبيره قوي يعني، فمش هتبقى الطف شيء. المهم بعمل او هنا الفانكشن، انا اسف، الميثود دي، تمام. هي اللي فيها الشغل كله، بمعنى انا عندي هنا السيجمويد اوريدي بيحصل فيها الترانسفورميشن زي احنا عارفين، الويتس بتتضرب في الانبوتس او الاكس بتاعتي. بعد كده بحسب اللوس بتاعي اللي هو الباينري كروس انتروبي، بعد كده بحسب الجريدينت بتاعي، وفي النهايه خالص بابديت الويتس تاني بليرنينج ريت معينه او بستيب سايز معينه. والميثود الاخيره دي اللي هي بريدكت، لو انا عندي داتا بوينت جديده وعايز ان انا اشوف هي هتروح فين، هل هتروح ناحيه الريد او البلو. المهم نرن الحاجه، اول حاجه بس الداتا سيت زي ما احنا متفقين اسمها ميك سيركلز. السيركلز هنا انا باي ديفولت الميك سيركلز عدد السامبلز بيبقى 100، اوكي، وعدد الفيتشرز 2. خلينا نعمل نعمل plotting the same plot that we have in في ال slides. اوكي و هنا explicitly انا بعرف الفيتشر التالت، انا هنا سميته new x، و explicitly انا بقول
انا هضيف على الاوريجينال داتا او الاكس الاوريجينال بتاعتي، هضيف عليها السمشن بتاع السكويرد للتو فيتشرز x1 واكس2. تمام. طيب الشيب بتاعي الجديد هيبقى 100 مثال زي ما هو عدد السامبلز، ولكن عدد الفيتشرز بقت ايه؟ بقت 3. بعد كده هنا انا بعمل يعني بانستنشيت a new instance من الكلاس بتاعتي. هنا انا حددت عدد الاتريشنز للجريدينت ديسنت، وهنا الستيب سايز بتاعتي. دولت الاثنين دولت هيبقى بارامترز، على حسب كل ما بتقدر تغيرهم كل ما البرفورمانس بتاعك بيختلف، ولكن يعني ان جنرال الليرنينج ريت ممكن يبقى 0.01، ممكن يبقى 0.1 على طول. يعني البروبلم هنا بسيطه، والليرنينج ريت مش هيأثر قوي 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 يعني، خاصه ان عدد الاتريشنز هنا 500. بعد كده بعمل الخطوه بتاعه الفيتنج. بعد كده انا هنا عايز اشوف البرفورمانس بتاعي اخباره ايه. تمام. فللاسف الشديد 48%. ليه؟ لان انا هنا اديته الداتا سيت اللي هي من التو فيتشرز بس مش الثلاثه. ده اول نقطه. تاني نقطه، طبيعي جدا اللي هو يطلع 48% او اراوند 50%، لان احنا هنشوف ثانيه واحده في السلايدز هنا. بيزيكلي هو واخد الداتا من النص، فطبيعي جدا لا تطلع حوالي 50%. ده يعني theoretically و practically مظبوط. طيب عايزين، احنا خلصنا الستيب دي. بعد كده هنا نخلي كل حاجة تبقى 500 0.1، الاتنين نفس الحاجة. هنا تاني instance تانية من ال algorithm، ولكن المرة دي انا اديتها ايه؟ a new data. النيو داتا دي تعتبر ترانسفورمد لانها فيها 3 فيتشرز، طلعت الاكيورسي 1. طيب تعالوا كده نشوف الشكل الفيتشرز اللي هي الثلاثه، نفس اللي احنا شفناه في السلايد. وفي حاجه بقى هنا مهمه جدا انا حابب ايه قبل ما نرن السيل دي، مش مشكله لا تترن، هي كده السيل دي تعتبر بتجنريت الفيجر اللي موجود في السلايدز، فمش مشكله ان احنا نعمل لها ران، مش قضيه. وهنا انا يعتبر استخدام مباشره سايكت ليرن، which is يعني البايبل بتاع الماشين ليرنينج او تراديشنال ماشين ليرنينج بمعنى ادق. اوريدي جوه السايكت ليرن دوت لينير موديل، يعني السايكت ليرن كباكج جواها موديول اسمه لينير موديل. اللينير موديل جواه حاجات كتيره جدا غير اللوجيستيك ريجريشن، يعني على سبيل المثال في الاستك نت والاستك نت سي في، دولت الحاجات الريجريشن. في هوبر وفي هنج، في حاجات كتيره جدا تقدر انت تشتغل عليها في الكلاسيفيكيشن او الريجريشن مع بعض، وكلها لينير مودلز، كلها لينير مودلز. المهم فين السؤال اللي تحت؟ تمام. هنا انا عايز بس يعني اوريكم حاجه مهمه. دي الويتس اول حاجه، لا ثانيه، في حاجه مش طبيعيه. تمام كده. الريجريسوري الاول ده اللي فيه النيو داتا، او اللي فيه اللي احنا اشتغلنا عليه على النيو داتا بتاعتنا. هو مطلع لي هنا 4 ويتس، اوكي. والريجريسور 1 اللي انا اديته الداتا العاديه من غير اي ترانسفورمد فيتشرز ولا اي حاجه خالص، من غير الفيتشر ماب اللي احنا عملناها. جميل. طيب ايه حكايه ليه احنا عندنا 3 فيتشرز ومطلع لي هنا 4، وليه انا عندي 2 فيتشرز ومطلع لي هنا 3؟ في حاجه صغيره في في اللوجيستيك ريجريشن عامه او في اللينير مودلز. الايكويشن دي لما بنيجي نعمل لها تاني ديكومبوزيشن، احنا الطبيعي عندنا w1 في x1 w2 في x2 w3 في x3 الى ما لا نهايه زي ما انت عايز، على حسب عدد الفيتشرز اللي عندك. بلس بيبقى فيه كده كونستانت تيرم بيبقى لطيف، بس يعني يعتبر بيسموه البايس. البايز هنا بيسمح للهايبر بلين او للديسيجن باوندري بتاعك اللي هو يتحرك على الواي اكسس فوق او تحت. فالبايز يعتبر من الويتس المهمه جدا، وبناء عليه
لما نيجي نبص هنا النوت بوك هتلاقي ان اول ويت انا يعني انا مسستمه على كده ان اول ويت بالنسبه لي يكون ايه، وده غالبا اللي بيبقى موجود في معظم اللايبريز، يعني اول ويت ده اللي هو البايز، تاني ويت ده اللي هو اكس 1، تالت ويت اكس 2، رابع ويت اللي هو الترانسفورم بتاعي. بالنسبه للريجريسور 1 اللي هو فيه التو فيتشرز بس، هتلاقي اول حاجه الويت الاولي اللي هو البايز، بعد كده اكس 1 واكس 2. في حاجه هنا مهمه قوي 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 لازم يعني ناخد بالنا منها، الا وهي ان اكس 1 واكس 2 الويتس اللي قدامهم اللي بتتضرب فيهم صغيره قوي، يعني احنا بنتكلم 0.13 وهنا 0.02 which is يعني كانهم ما لهمش لازمه. ايه الويتس الكبيره اللي فعلا عامله كونتريبيوشن للموضوع؟ هتلاقيها الفيتشر الاخير والبايس بتاعي. اوكي، لو هنيجي نبص على الـ على الاوريجينال موديل بالتو فيتشرز بس، هتلاقي اصلا ان يعني ما فيش اي حاجه خالص نافعه، لا سواء الاكس 1 ولا الاكس 2، حتى البايس كمان مش فارق في حاجه، لان انت طلعت فوق او نزلت لتحت ما بيأثرش معاك، لان انت في النهايه بصص للديتا من منظور 2D. لكن بمجرد اللي انت اديته شويه نفس، اديته شويه فيتشرز، حولت اللي انت تقول له لا يعني حاول ان انت تشوف اكسبلور نيو فيتشرز او اكسبلور ا بيجر او ا هاير دايمنشنال سبيس، فالموديل قدر اللي هو يفهم التاسك وقدر اللي هو يجيب بيرفورمانس احسن. اوكي، انبه بس على حاجه مهمه، ان احنا هنا اكسبليسيتلي راحت فين، اكسبليسيتلي هنا احنا عرفنا فيتشر ماب معينه، والفيتشر ماب دي اللي هي دي. اوكي، احنا ممكن نغير طبعا الفيتشر ماب دي ونخليها اي حاجه تانية، يعني اختار الترانسفورميشن فانكشن اللي انت عايزها، يعني بلاي وذ ذا كود براحتك. طيب في فيتشر مابس تانية. اوكي، بس احنا مش لازم اكسبليسيتلي نعرفها او الاكسبليسيتلي اللي احنا نحسبها. بمعنى ايه المشكله ان احنا مثلا يعني لو عندنا داتا سيت فيها 100 سامبل وعندنا مثلا 3 فيتشرز او حتى 4 او 5، بس للاسف الشديد مش عارفين نجيب اكيرسي كويسه، او اللينير موديل او زي اللوجيستيك ريجريشن مش نافع على سبيل المثال. طيب نعمل ايه؟ لو انت قعدت تجرب كل شويه، طب انا هنقص عدد الفيتشرز، طب انا ازودها، طب اخلي مثلا احاول اعمل كومباينيشن ما بينهم، يعني انت ممكن تستي فور ايفر لو انت هتعمل كده، خاصه في الاندستري دي حاجه ما تنفعش، انت بتحرق وقت وبروسيس رهيبه جدا وكده، يعني الشركه هتخسر. ف في حاجه لطيفه جدا اللي انت ايه، الداتا سيت بتاعتك بدل ما هي السايز بتاعها 100 في 2، 100 سامبل في 2 فيتشرز، انت ممكن تخليها 100 في 100، او لو انت عندك مثلا داتا سيت 850 في 6 فيتشرز، فتخلي السايز بتاع الداتا سيت بتاعتك يبقى 850 في 850. طب how can you do that؟ simply enough to do something called a gram gram matrix، او to calculate the gram matrix بتاعتك. typically في الماشين ليرنينج يقول لك دي حاجه اسمها الكيرنل تريك او الكيرنل ترانسفورميشن، لكن من ناحيه الماثماتكس it is called a gram matrix. تمام، طيب ايه الفكره بتاعتها او ايه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ على سبيل المثال انت عندك say whatever n number of samples، فانت بتحسب، بتجيب السامبل الاولى وبتحسب على حسب الترانسفورميشن اللي انت عايزه، linear kernel just a very simple dot product، او عايز مثلا polynomial kernel، فبتيجي تحسب السامبل الاولى مع نفسها، بعد كده السامبل الاولى مع السامبل الثانيه والثالثه والرابعه، لحد ما بتملى اول رو من الماتريكس بتاعتك، وبعديها بتقوم نازل على الرو اللي تحتيه، بيبقى ايه، السامبل الثانيه مع السامبل اللي كانت قبل منها، بعد كده السامبل الثانيه مع نفسها، وهكذا وهكذا وهكذا. فلو انت عندك بوتيفر بقى هنتكلم مثلا على حاجه زي الجاوشن كيرنل، الطبيعي جدا ان الماتريكس اللي تطلع لك هيبقى الدياجونال بتاعها دايما بواحد، او يعني كل الكيرنل ماتريسز تبقى حاجه اسمها بي اس دي او بوزيتيف سيمي ديفينيت، تبقى ماتريسز ليها خصائص معينه، الايجن فاليوز بتاعتها دايما بتبقى اكبر من الصفر. تمام، والكمبيوتيشن بتاعها طبعا بيبقى ليها ليميتيشنز، يعني تخيل انت عندك داتا سيت طبيعي يعني في حاليا في العصر بتاعنا تبقى فيها فوق ال 50000 او فوق ال 100000 سامبل، فتخيل انت هتكمبيوت ماتريكس 100000 في 100000، فده هيبقى حوار،
يعني مش computationally not friendly at all. ولذلك النيورال نتوركس او الديب ليرنينج بيبقى ارحم بكتير جدا من حاجه زي كده. دي حاجه. الفرق ما بين الطريقه دي والطريقه اللي فاتت اللي هي الفيتشر ماب حاجه واحده بس. هناك انت اكسبليسيتلي عرفت الفيتشر ماب اوكي وحسبتها وبعديه ضفتها للديتا. هنا اهو انت على حسب whatever whatever اللي انت عايز يعني whatever الكيرنل اللي انت عايز تحسبها. فانت في الواقع انت بتدخل الفيتشر بتاعك اكس سواء كان او السامبل بتاعتك ايا كانت بتدخلها جوه فانكشن اوكي وبتعمل عليها بروسيسنج وفي النهايه خالص بيترد لك فاليو واحده. فانت هنا بدل ما عملت في الفيتشر ماب لا انت مثلا جيت حسبت حاجه وبعديها جمعت وبعديها رفعت الاس 2 او وات ايفر اللي انت بتعمله. لا انت هنا الوضع مختلف شويه. انت هنا بتروح ترميها في سبيس وسبيس كبير تحسب الانر برودكت وبتترد لك تاني على هيئه ماتريكس كبيره. طيب لو انت مش متخيل الكلام ده كويس تعال يعني نشوف الكودنج بتاعها هيبقى عامل ازاي. في السريع كده في حاجه اسمها نمبر. نمبر ده يعتبر يعني اكستنشن كده لطيف او يعني حاجه مبنيه فوق نمباي. الميزه بتاعتها اللي هي بتحول طبيعي البايثون كود المفروض دايناميك لانجويج تمام. فدايناميك معناها ان انت لازم بتنزلها للو ليفل كود زي سي بلس بلس على سبيل المثال سي بلس بلس الماشين لانجويج على طول. الجيت هنا بيحولها لك على طول الماشين كود باستخدام كومبايلر معين حاجه اسمها ال ال في ام. المهم دي طريقه حساب الجرام ماتريكس. انت بتبتدي بتنشالايز بيج ماتريكس. بيج ماتريكس دي على حسب السايز بتاع السامبلز. فسي مثلا انت عندك 100 هتبقى 100 في 100 على سبيل المثال. بعديها انت هنا بتحسب الايه الكيرنل بتاعتك اوكي او السيميلاريتي ميجر بتاعتك whatever الميجرمنت اللي انت عايز تحسبها ايه اوكي او السيميلاريتي اللي انت عايز تحسبها ايا كانت. يعني فيما بعد هنشوف دي هتفرق معنا في ايه في الكوانتم يعني. بعد كده بتروح تحط الفاليو اللي انت حسبتها في الاندكس اللي انت ايه شغال عليه تمام. من الطبيعي من الواضح ان الـ average complexity بتاعتك هنا ان اس 2. تخيل لو انت عندك مثلا 100,000 سامبل هيبقى 100,000 اس 2 لا ثانيه ان اس 2 هيبقى 100,000 اس 2. فعدد الستبس عشان انت تحسب حاجه زي كده هيبقى صعب. لكن في الاكزامبل اللي عندنا فيه بس 100 سامبل فهتبقى سريعه جدا اوكي. هنحسب هنا الـ جرام ماتريكس بتاعتنا طلعت هي 100 في 100. تعالوا نعمل نفس اللي فاتت المره اللي فاتت نحسب بس درجه الاكيرسي للاسف الشديد زي ما هي وحشه مش كويسه للاسف. طيب ليه احنا عملناها لينير مش هيفرق معانا في شيء. لكن مثلا لو احنا هنغير ده كده ونقوم حاطين على سبيل المثال جاوشيان ان بي دوت اكسبوننشال ماينس جاما في اكس 1 ناقص اكس 1 البرودكت هنا علشان ده الاوريجينال ديفينيشن للكرنل بتاعتك. انت اصلا السامبل الواحده بيبقى فيها 5 6 فيتشرز اوكي. فانت السامبل الثاني برضو بيبقى فيها 5 او 6 فيتشرز هو دايما بيبقى فيكسد سايز. فلما انت بتيجي تحسبه فانت بتبقى اليمنت وايز وفي النهايه خالص بتقوم واخد البرودكت لكل النواتج اللي بتطلع معاك على طول. ف ثانيه واحده في للجاما مثلا 0.1 نحسب برضو ما زالت نص. طيب نعمل ايه؟ ممكن السكيل بتاع الجاما هيفرق معنا شوية. مثلا لو خليناها 5 بقت 1 تيبيكلي السكيل بتاع الجاما او الباندويتس بتاع الجاوشيان فانكشن دي تيبيكلي بيبقى 1 على الستاندرد ديفيشن للديتا سيت اللي انت شغال عليها. ده يعني زي ما بيقولوا ستاندرد يعني لقوها دايما بتنفع. بس
في داتا سيتس بتبقى رخمه جدا، بتبقى نويزي جدا، فانت بتضطر ان انت تعمل فاين تونينج للبارامتر ده كتير عن طريق حاجه اسمها كروس فاليديشن. anyway نحسبها فعلا طالعه بواحد whatever يعني الفاليو اللي انت هتعملها سواء للليرنينج ريت او حتى للايتريشنز دايما هتطلع بواحد. ان يعتبر برضو كلاسيفيكيشن دي او كلاسيفيكيشن تاسك دي سهله جدا يعني. الجي ماتريكس برضو لو حابين تشوفوها هتلاقي اول ترم او ثانيه واحده ان بي دوت دايجونال الدايجونال دايما بتاع الجي ماتريكس دايما ابدا لازم يبقى بواحد، طبيعي جدا اللي هو يبقى بواحد. والايجن فاليوز بتاعت الجي ماتريكس او الجري ماتريكس دايما بتبقى اكبر من الصفر، علشان كده سموها بوزيتيف سيمي ديفينيت. ف قبل ما اخش في الكوانتم هل في اي حد عنده سؤال؟ وخدوا بالكم بس قبل الاسئله، انا اسف، لو تلاحظوا هنا ان انا استخدمت الكيرنل تريك بس مع لوجيستيك ريجريشن. في مسكونسبشن كده يقول لك انت شغال بالكيرنلز انت لازم تروح على الاس في ام. اكشلي الكيرنل از جاست ا واي تو ترانسفورم يور داتا او a way to get similarities between ال samples وبعضها، وبناء عليها انت عندك matrix كبيرة اللي هي الجي، ف why not اللي انت تستخدم ال matrix دي لأي linear model، اش معنى ال SVM بس. ففي misconception دايما بيقولك ان ال kernel لازم تروح مع ال SVM، مش شرط. kernel just a transformation انت بتعمله على ال data، وال transformation ده بكل سهولة تقدر تستخدمه مع linear model. ف دي كانت النقطة بس المهمة اللي كنت عايز أوضحها. هل في أي حد عنده سؤال؟ حد من الأودينس عنده سؤال؟ ممكن يرفع إيده؟ مفيش؟ أوكي. لا تمام كده. طيب. اوكي بالنسبه للكوانتم ماشين ليرنينج، الكوانتم ماشين ليرنينج ما هو الا اللي انت بتشيل يا اما الموديل، يا اما بتشيل الموديل يعني زي مثلا استخدمت لوجيستيك ريجريشن. لوجيستيك ريجريشن احنا شفنا ان هو عباره عن ويتس لينير ايكويشن، يا اما اللي انت تغير اللوجيستيك ريجريشن تستخدم مثلا فاريشنال كوانتم سيركت. اوكي او نحط تحت او دي 100 خط اللي انت تستخدم الكوانتم سيركت في اللي انت تعمل ترانسفورميشن للديتا بتاعتك، وبعديها تاخد الترانسفورميشن ده تديه لكلاسيكال موديل تاني. الكوانتم ماشين ليرنينج طبعا مش دي كل حاجه في الكوانتم ماشين ليرنينج. اوكي اكيد في الكوانتم ماشين ليرنينج في حاجات كتير، بس يعني الستريت فورورد واي لو انت عايز تفهم ايه اللي بيحصل في الكوانتم ماشين ليرنينج عامه، الحاجتين دولت، يا اما اللي انت تكمبيوت ترانسفورميشن معين على كوانتم كمبيوتر وتاخد من الترانسفورميشن ده الترانسفورم الداتا اوكي وتديها للكلاسيكال موديل ويشتغل عليها تمام كده، او ان انت عندك كلاسيكال داتا زي ما هي وتديها لحاجه اسمها فاريشنال كوانتم كلاسيفاير او وات ايفر التاسك اللي انت عايز تشتغل عليه. مش شرط تبقى كلاسيفيكيشن، انت ممكن تعمل بالكوانتم سيركتس، تقدر تعمل ريجريشن، تقدر تعمل شغل ان سوبرفايزد ليرنينج، وات ايفر اسمه ده التاسك اللي انت حاببها. مش كده وبس، انت ممكن برضو تانكوربريت كوانتم سيركت مع مثلا كلاسيكال نيورال نتورك. الفكره كلها برضو في الحته دي ايه، اللي انت هتستخدم الكوانتم سيركت دي از ترانسفورميشن تول، وفي النهايه الداتا اللي طالعه من الكوانتم سيركت دي بتعمل لها فيدنج للكلاسيكال نيورال نتورك. فهي دي القصه كلها. فايه اللي مطلوب منك علشان تقدر ان انت تفهم كوانتم ماشين ليرنينج كويس؟ حاجتين مهمين. اول حاجه انت بتانكود الداتا بتاعتك ازاي، بغض النظر سواء انت هتشتغل فولي كوانتم اللي انت الداتا هتبقى هتعمل لها انكودنج وتدخلها على variational quantum classifier او quantum circuit، او اللي انت هتعمل encoding عادي transformation عادي وجست تقوم واخد ال transform الداتا دي وتديها للكلاسيكال موديل. فانت اول حاجه لازم تبقى فاهم الانكودنج ده بيتم ازاي. اوكي انت اسف على هذه
المهم بالنسبه لك ان انت تبقى فاهم كويس قوي الانكودنج ده بيتم ازاي وهيفرق معاك في ايه، وهل الانكودنج ده ممكن يوصلك للتارجت بتاعك بسرعه ولا لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه الموديل او الكوانتم سيركت اللي انت تشتغل عليها بدل الكلاسيكال موديل زي مثلا بدل الجوستيك ريجريشن، هل الانكودنج بتاعك هيبقى كافي ان انت تستخدم سمبل سمبل كوانتم سيركت او سمبل كوانتم كلاسيفاير مثلا على سبيل المثال، ولا انت محتاج تستخدم كوانتم كلاسيفاير كبير وفي بارامترز كتير في اكتر من كذا دبل. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو لازم تبقى فاهم في حته الكوانتم سيركتس او الكوانتم كلاسيفايرز او الفاريشنال كوانتم سيركت ان جنرال، مدى الكومبلكسيتي اللي موجوده في اللاند سكيب بتاعك او في او من اللوس فانكشن اللي هتطلع لك، لان انت كل ما بتزود بارامترز كل ما بتزود ويتس بمعنى ادق. يعني على سبيل المثال زي مثلا في اللوجيستيك ريجريشن لو انا قعدت ازود كميه ويتس كتيره ممكن يحصل حاجه اسمها ساتوريشن في الموديل، الموديل يبتدي يحفظ الداتا بتاعتك يحفظها صم لدرجه ان انت لما تيجي تدي له داتا جديده ما يقدرش يشتغل عليها، يعني ممكن يدي لك ريزلتس وحشه جدا جدا جدا، حاجه بيسموها اوفر فيتنج. دي نقطه. النقطه الثانيه ممكن الموديل بتاعك البرفورمانس بتاعه نوعا ما يبقى كويس، ولكن للاسف الشديد هو واقف عند نقطه معينه في الاوبتمايزيشن. يعني على سبيل المثال لو انت نفسك توصل للصفر هو مثلا واقف عند 0.2 على الرغم ان هو مطلع لك نتائج كويسه بس مش قادر ينزل اكتر من كده، على الرغم ان انت عارف لو ممكن يوصل لجلوبال مينيما معينه. طب ليه بقى المشكله دي؟ المشكله دي اللي انت خليت الفانكشن بتاعتك او اللوس فانكشن بتاعتك اكستريملي كومبليكيتد، دي حاجه بيسموها بارين بلاتو، او اللاند سكيب بتاع اللوس فانكشن بتاعتك بدل ما يبقى سموث ويبقى كيرفي وبينزل تحت على طول على الجلوبال مينيما بيبقى مليان بومبس كتيره، فما يقدرش اللي هو يوصل للجلوبال مينيما بسهوله، وممكن يستك في لوكال مينيما والاوبتمايزيشن تايم بتاعك بيبقى يعني اكستريملي كونسيومينج. ودي يعني من ضمن الهوت ايز اللي موجوده في الكوانتم ماشين ليرنينج. فهنا على سبيل المثال انا عندي داتا سيت زي اللي فاتت بالظبط حطيتها جوه كوانتم ديفايس، كوانتم ديفايس ده حسب لي بقى الايه الجرام ماتريكس او الكيرنل ترانسفورميشن بتاعنا، بعدين انا بديها على كلاسيكال موديل جميل كده والكلاسيكال موديل بيطلع لي بريدكشن. دي طريقه. طيب ازاي بحسب السيميلاريتيز او ازاي بحسب السيميلاريتيز صح اسمها سيميلاريتيز. المهم ازاي بحسب السيميلاريتيز او ترانسفورميشنز دي، في طريقتين. في حاجه اسمها سوات تيست I don't prefer it at all لان هي extremely complicated وبتخلي شكل السيركت بتبقى مبعجره كده وكبيره جدا، وده مش مناسب خالص للكرنت كوانتم هاردوير. في طريقه ثانيه بيقول لك اسمها ايه compute وان كومبيوت. ايه الفكره بكمبيوت وان كومبيوت؟ لو نفس الجدله اللي احنا عندنا سامبل انا اسف عندنا تو سامبلز والتو سامبلز دولت فيهم فور فيتشرز تمام كده، فانا اول حاجه هبتدي اعملها في كانكودنج او هبتدي السيركت بتاعتي اول حاجه فور هادمرتز حطيت كل حاجه في سوبر بوزيشن اوكي، وبعديها انا يعني قررت راندوملي يعني this is not like a pipeline you can change it على فكره زي مثلا روتيشن اراوند الاكس اكسس روتيشن تاني اراوند الاكس اكسس وروتيشن بعديها اراوند الواي وروتيشن اراوند الواي. جميل كده. طيب الفيتشرز بتاعتي عباره عن باي على الاثنين، يعني انا عندي باي على الاثنين دي مكرره 4 مرات، فانا رحت جايب 4 كيوبيتس وعملت لهم انكودنج بالمنظر ده. This is يعني the most naive way to encode your data. في طبعا طرق encoding ألطف بكتير. بعد كده بعمل حاجة اسمها uncompute، يعني البلوك كده كده كله على بعضه ممكن مثلا لو احنا هنربز ليه مثلا حرف اليو فالبلوك اللي بعديه هيبقى يو دجر اللي هو الايه الconjugate transpose بتاعي. طب الconjugate transpose بيبقى عبارة عن ايه؟ انت بالظبط بتعمل المراية، انت بتعكس بت uncompute اللي انت لسه عامله ده. طيب علشان نتخيل بس الشكل بتاع الانكمبيوتنج ده بيتم ازاي، راحت فين هنا ده يعتبر الكومبوزر بتاع اي بي ام كوانتم، اتس فري يو كان كريت ان اكاونت وتعيش حياتك عليه تمام. في كده يعني فيتشر لطيفه خالص اسمها انسبكت. اوكي انسبكت دي بتعمل ايه؟ اول حاجه احنا بدانا بسوبر بوزيشن ففعلا الكيوبيتس كلها في حاله سوبر بوزيشن حتى البروبابيلتيز كلها هي قريبه جدا 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 من بعض. اوكي ذن انا عملت انكودنج للداتا فالسوبر بوزيشن اختفى واتبقى لي بس دولت. اوكي اند ذن البارير ما بيعملش اي حاجه جاست يعني يو كان اجنور ات، انا بس حاطه علشان افصل التو بلوكس عن بعض.
ايه اللي حصل لما انا حطيت العكس؟ لو تلاحظ انا حطيت الماينس، يعني ال X2 او السامبل الثانيه اللي فيها الفور فيتشرز، سبحان الله الفور فيتشرز التانيين هي باي على الاثنين وباي على الاثنين وباي على الاثنين وباي على الاثنين. الكونجكت ترانسبوز بتاعي الطبيعي اللي انا بقوم حاطط بس ايه، جاست ماينس ساين، تمام، قدام الفيتشرز نفسه، ده الكونجكت ترانسبوز. طب انا ليه حطيت اشمعنى ماينس ساين بالمنظر ده؟ لان انت عندك الديفينيشن بتاع الار اكس جيت، تمام، اتس يونيتري جيت، فكل اللي انت بتعمله بس بتغير الساين بتاعك، ان هي تبقى اي اس، او الهاملتونيان بتاع اي اس ماينس الماتريكس ذات نفسها اللي فيها كوساين وساين 2 باي 2. المهم، فانت رجعتها للاصل بتاعها تاني اللي هو كان في حاله الهادامارد. طب لو انت هتحط الهادامارد على السوبر بوزيشن ده، اكشلي في النهايه رجعت للايه؟ للاوريجينال بتاعك. ايه هو الاوريجينال بتاعك؟ اللي هو الجراوند ستيت. انت بدات بالجراوند ستيت، بعديها حطيت هادامارد او سوبر بوزيشن، اند ذن عملت انكودنج للداتا، عملت ان كومبيوتنج للداتا دي، بعديها عملت ان كومبيوتنج للهادامارد اللي انت كنت عامله في الاول خالص. فانت رجعت للاصل بتاعك. المقصود من القصه، او شاهد من القصه هنا ايه؟ ان احنا عايزين دائما وابدا في الحاله دي نحسب البروبابيلتي اوف ديتكتنج اول زيروز. يعني انا كل اللي يهمني وانا بعمل ميجرمنتس على الفور كيوبيتس ان دايما الزيروز هتبقى دايما ايه، دي البروبابيلتي اللي تهمني. انا عايز ارجع دايما للاصل. لو التو سامبلز هنا قريبين جدا من بعض او ايدنتيكال، فطبيعي جدا ان انا رجعت للجراوند ستيت، مفيش اي اختلاف خالص. طب لو هم مختلفين، على سبيل المثال مثلا انا نغير قيمه ال نوقف الانسبكت، تعالوا نغير قيمة ال RX راحت فين؟ اه نخليها مثلا positive باي. نغير دي ونخليها positive باي. يعني هي انت عشان سيمتريك للدرجة دي بترخم عليا. ماشي، بالظبط كده. هتلاقي ان البروبابيليتي انا هنا غيرت ايه؟ غيرت الفيتشر ده، غيرت الفيتشر ده، وكمان غيرت الفيتشر ده. اوكي، ايه اللي حصل هنا؟ لا، انا بقت البروبابيليتي بتاعت الصفر بدل ما كانت واحد، فلا ده البروبابيليتي نزلت بقت 4.65. طب حاجة زي دي أنا ممكن أستفاد بيها إزاي؟ أستفاد بيها بالطريقة دي. أولا تعالوا بس نحسبها واحدة واحدة أو نimplementها مع بعض. هي دي نفس السيركت بالظبط اللي أنا لسه رسمها. لو أنت مش عارف تكتب الكود بتاعها بكل بساطة، بتروح هنا أهو، تقوم دايس فايل، لا أنا آسف، فيو، الفيو، ثيم بانلز، الكود اديتور. الكود اديتور هنا انت كل اللي بتعمله بتكوبي الكود، او عايز تعمل اكسبورت ممكن يديهولك از بايثون فايل، او لو انت عايز ترن السيركت دي على كوانتم كمبيوتر براحتك، دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه، احنا هنا بنرن كشف بالظبط شكل الكوانتم سيركت. بعديها هنا طبعا الجزء ان الكود ده مش موجود في مش موجود هنا اهو في الكود اديتور، فانت بتروح تعرف حاجه اسمها سيميليتر. ما فين بتعرف حاجه اسمها سيميليتر؟ السيميليتر ده بتقول له والله احنا عايزين مثلا نرن او نعمل سامبلنج ل 1024، وبعديها بعد اذنك لو سمحت اديني الكاونتس، وانا عايز بس اديكت الاربع اصفار بتوعي. اوكي، لو انت عندك 5 كيوبيتس هيبقى 5 اصفار، لو عندك مثلا صفرين 2 كيوبيتس هيبقى صفرين، وهكذا. ودائما وابدا انت بتقسمها على الاوريجينال نمبر اوف سامبلز اللي هو 1024 سامبل. السامبل هنا المقصود بيها عدد الاكسكيوشنز للكوانتم سيركت، ان الطبيعي اللي انت راح تعمل اكسكيوشن مره واحده فالديتا اللي طالعه لك مالهاش اي لازمه، لكن لو انت عملت 1024 اكسكيوشن في النهايه بتقوم بتافريج الريزلت اللي طالعه، فانت بتقدر تعمل استيميت نوعا ما للاكسبكتيشن فاليوز بتاعتك. فنرن هنا فهي طلعت ايه، حوالي نص. طبعا انا الديتا هنا انا مغيرها شويه، على سبيل المثال لو غيرت كمان هنا الباي خليتها بس بوزيتيف وخليت ده بالمنظر ده it will be completely different. اوكي، طيب
حاجة زي دي تاني ازاي اقدر استخدمها بكل بساطة. انت ممكن الحاجة زي دي او يعني مثلا السيل زي دي مثلا تحولها لفانكشن، اوكي، والفانكشن دي ممكن مثلا نسميها كوانتم ترانسفورميشن. لو انت عندك داتا سيت، الداتا سيت دي بغض النظر عن عدد السامبلز بتاعتك، تمام، الداتا سيت دي مثلا فيها 4 فيتشرز، تمام، فانت هنا معرف 4 كيوبيتس. الفكرة كلها ان انت هتروح على راحت فين، هتروح على الجراند فانكشن، وبدل اللاين ده هتقوم متغير ايه، هتروح تنده بقى الفانكشن بتاعت الكوانتم سيركت بتاعتك وبتديها الداتا، وهي بتكمبيوت كل حاجه ليك، وفي النهايه خالص بتريتيرن ليك ايه الفاليو اللي انت عايزها، اللي هي السيميلاريتي بتاعتك او الفيداليتي ما بين التو سامبلز. And that's it. This is how you can use Qiskit in general. بغض النظر عن الموديول بتاع Qiskit Machine Learning, this is how you can use it علشان تقدر تترانسفورم classical data into the quantum space أو ال complex Hilbert space وتحسب هناك ال similarity أو ال تحسب هناك ال similarity بعد الترانسفورميشن. لأن أنت الإنكودنج بتاعك ده هو الترانسفورميشن، بعديها بتعمل uncomputing، فأنت بالمنظر ده تبتدي تحسب ال fidelity بتاعتك. حسبت ال fidelity روح حطها في ال gray matrix and that's it. دي طريقة. طيب هل في طريقة تانية؟ في طريقة تانية. الطريقة التانية اللي هي ايه؟ من ضمن الحاجات اللطيفة في Qiskit Machine Learning Module بقى ذات نفسه، هنبتدي نخش في الجزئية دي، ان في حاجة اسمها الـ Ad Hoc Data. اوكي، دي من ضمن الـ Data Sets اللي استخدموها في يعني في بيبر مشهورة اليوم، ممكن نتكلم عليها في الآخر. هنا بتعرف عدد الـ Samples بالنسبه للتريننج، بالنسبه للتستنج، اوكي، وعدد الدايمنشنز او دي هي عدد الفيتشرز بمعنى ده، اوكي. وهنا ده شكل الداتا سيت بتاعتك. نوعا ما اول ما تبص ليها تحس ان هي ايه، صعبه ملهاش حل، اوكي، ولكن في حاجات لطيفه في Qiskit Machine Learning بتسهل بقى عليك. بدل ما انت ما بتقعد تعرف حاجات زي مثلا انا هروتيت بأني حاجه، هبتدي ازاي، طب هروح فين، طب هاجي منين، لا هم مريحينك تماما في الموضوع ده اوريدي. في فيتشر ماب مشهوره جدا اسمها زد زد فيتشر ماب. انت ممكن تعرف الفيتشر ماب بتاعتك براحتك بدل الروتيشن العادي او بدل زد زد فيتشر ماب. ممكن تعمل اي تو انتراكشن تيرمز او ايفن 3 اور 4 depending على الـ على الـ على الـ على الكومبلكس اللي انت عايز توصل لها. بهنا بتديها عدد الدايمنشنز، هنا بتحسب او بتقول له لو سمحت انا عايزك تريبيت الانكودنج ده مره او اتنين او ثلاثه. بعدين هنا بتقول له على طريقه الانتانجلمنت بتاعتك، انت عايز مثلا الانتانجلمنت بتاعك يبقى لينير. لينير الفكره بتاعته اللي هو هيعمل سي نوت ما بين كل كيوبيت او النيبرنج كيوبيتس. لو انت هتخليه فول فهيعمل انتانجلينج ما بين كل الكيوبيتس وبلس اخر كيوبيت بيبقى انتانجلد مع الكيوبيت اللي فوق خالص. بعديها بتقول له لو سمحت بدل ما تروح انت تنده سيميوليتر معين والسيميوليتر ده يكون اير سيميوليتر او واتيفر، او اوتوماتيكلي من جوه بيحدد كل حاجه اوتوماتيكلي، او لو انت عايز تحدد له حاجات معينه تقدر تديها له في السامبلر هنا اهو. برضه هنشوف السامبلر الفانكشن بتاعته ممكن او الكلاس دي ممكن يبقى فيها مميزات ايه. بعديها هنا بتقول له على طريقه حساب الفيداليتي بتاعك اللي هو الكمبيوت ان كمبيوت اب انتل ناو. دي الطريقه اللي موجوده في Qiskit Machine Learning. بالتاكيد لو انت عايز تروح للسواب تيست اتس اوكي، حاجه ترجع لك، بس يعني اتس نوت ريكومندد خاصه مع الكرنت هاردوير يعني اللي احنا شغالين عليه. بعديها هنا انت بتعرف بقى الكيرنل. الكيرنل هنا انت بتدي له طريقه الفيداليتي وبتدي له الفيتشر ماب اللي انت لسه معرفها هنا اهو. جميل، واحنا هنا هنرن. طيب ايه الصوره اللي تحت دي؟ الصوره اللي تحت دي هي دي الفيتشر ماب اللي انت هنا اخترتها اللي هي الزد زد فيتشر ماب. ايه اللي بيحصل فيها؟ هو بيبتدي الاول بتو هادمرز او ان سوبر بوزيشن، ان افتر ذات الفيس جيت او الفيس جيت هنا او الروتيشن اراوند الاكس، انا اسف، الروتيشن اراوند الزد. ايه اللي بيحصل؟ الفيتشر الاولاني بيتضرب في 2 وبعديها بتقوم بتديها للايه، للار زد جيت او للفيس جيت، تمام. نفس والفيتشر الثاني اللي موجود في السامبل ذات اي وات ايفر السامبل بتاعتك بتدروب في 2 وبتديه للار زد. بعديها بتعمل انتانجلمنت ما بين كيوبيت الاولاني وكيوبيت الثاني. بعديها هنا اهو بتقوم حاطط ايه، فيس جيت ثانيه، بس الفيس هنا بقى عباره عن ايه، عباره عن 2 في الباي ماينس الاكس
او الفيتشر الاولاني مضروبه فيه باي ناقص الاكس في الفيتشر الاولاني، بعديها بتعمل سي نوت كمان. طيب ليه سموها زد زد فيتشر ماب؟ لان انت لما تيجي تحط سي نوت وسي نوت والار زد بالمنظر ده، انت هنا كانك بالظبط بتعمل زد زد انتر اكشن، كانك بتعمل يعني كنترول زد بس على التو كيوبيتس مع بعض. اوكي نوعا ما كنترول زد، هي مش كنترول زد بالظبط بس هي نوعا ما قريبه منها في الشكل، دي حاجه. الحاجه الثانيه الفيتشر ماب دي ثيوريتيكلي بيقولوا ان هي hard to be simulated on a classical computer. اوكي في ناس لما يعني لو انت عايز تشتغل على real data set ممكن الترانسفورميشن ده ما ينفعش، حتى لو هي بيقولوا اللي هي classically hard to be simulated، خاصه لما بتيجي تكبر حجم الكوانتم سيركت او لو انت عندك فيتشرز كتيره ممكن الترانسفورميشن ده ما يكونش احسن حاجه للديتا سيت اللي انت عايز تشتغل عليها. فتاني اختيارك للفيتشر ماب داتا ديبندنت مش حاجه تانية. اوكي طب لو احنا زودنا عدد الريبيتيشنز خلينا 2 هتلاقيه زودها، طب 3 هتلاقيه زاد، وهكذا وهكذا وهكذا. دي الفيتشر ماب. طيب احنا عايزين نشوف الفيداليتي. الفيداليتي هنا عباره عن ايه؟ فيداليتي actually it's a function. اوكي المنظر ده it's a function ماشي، بس ثانية it's not a function انا اسف it's a class. اوكي والclass دي جواها methods. طيب لو احنا عايزين نكريت السيركت اللي already بتكمبيوت السيميلاريتيز بتاعتنا او بتحسب الاول الترانسفورميشن زي ما احنا شايفين كده، وفي النهاية هتحسب الايه السيميلاريتيز، فانت هنا create fidelity circuit. السيركت بتاعتك ايه اصلا؟ اللي هي الاد هوك فيتشر ماب، اد هوك فيتشر ماب دوت ديكومبوز دوت تروف، علشان بس الحجم كبير خلينا نصغر بس الريبيتيشنز خليها واحد. لو تلاحظوا اول حاجه خالص احنا قلنا ان الريبيتيشن واحد، فادي اهو فعلا اول حاجه موجوده زي ما موجود فوق بالظبط. بعديها بنعمل الميرور، اعكس. هتعكس ازاي؟ اول اخر حاجه انت عملتها تبتدي بيها، ادي عندك السي نوت، بعديها بعد السي نوت عندك فيس جيت. ايه اللي حصل في الفيس جيت هنا لو تاخد بالك؟ في ماينس هنا اهو، انا مش عارف هل الماينس ده واضح ولا لا، خليني اكبر اكتر. في ماينس هنا اهو، اوكي بعديها في سي نوت حط سي نوت. اوكي بعديها في تو فيز جيتس هتحط ماينس برضو هنا اهو وماينس هنا اهو. بعديها انت بدات بهادمارت بتحط الهادمارت وفي النهايه بتعمل الميجرمنت بتاعتك. اوكي طيب انت عرفت الاد هوك كيرنل تمام، وشفت الفيداليتي ذات نفسها از كلاس بتقدر تحسب لك ازاي، او هي بتعمل كل حاجه ازاي اوتوماتيكلي من جوه. مش باقي حاجه غير ان انت تبصيها للينير موديل زي اللوجيستيك ريجريشن او حاجه مثلا زي السبورت فيكتور ماشين. فعلى سبيل المثال احنا ندهنا سبورت فيكتور كلاسيفيكيشن من تاني من سايكت ليرن، وعندنا الكيرنل بتاعتنا. بدل ما بنعرف بقى كلاسيكال كيرنل عاديه، لا احنا قلنا له والله اتفضل حاجه اسمها الاد هوك كيرنل دوت ايفالويت. الاد هوك كيرنل اتس ا كلاس. اوكي يعني احنا لو شلنا اللاين ده اد هوك كيرنل it's a class. okay والclass دي جواها في methods وجواها attributes معينة. okay من ضمنها evaluate it's a function، يعني نتأكد yeah it's a function تمام. والfunction دي بتاخد ايه؟ بتاخد ال data بتاعتك اللي هي ال x وال y، او بتاخد x و x لو انت عايز تحسب ما بين نفس ال data ونفسها اللي هو ال training، او مثلا ما بين ال x و x test يعني على حسب. المهم اديت لل SVC الكيرنل، اقول له بعد اذنك لو سمحت اعمل لي فيتنج زي ما عملنا فيتنج بالظبط كده في اللوجيستيك ريجريشن، واحسب لي ايه السكور. اوكي فهو هنا هيبتدي يحسب السكور. It's gonna take some time، مش هتاخد كتير، طلعت 90%. اوكي طيب طلعت 90% ويعني يعتبر الانكودينج بسيط ومش it's not that complicated. طب لو احنا عايزين نوصل ل 100% هنعمل ايه؟
احنا ممكن اوتوميت البروسيس شويه. في حاجه كده في الماشين ليرنينج اسمها اوتو ام ال، تمام. الاوتو ام ال برضو حاليا ابتدت تستغني عن يعني ناس في الماشين ليرنينج كتير. تخيل كده ان تشات جي بي تي دلوقتي هيطير وظائف كتيره دلوقتي، برضو من قبليه الاوتو ام ال في وظائف كتيره جدا في الماشين ليرنينج قلت بسبب الاوتو ام ال. الاوتو ام ال هنا بيعمل ايه؟ او الاوتو ماشين ليرنينج، انت هنا بتعرف عدد الريبيتيشنز اللي انت عايزها، وبتعرف هايبر بارامتر تاني للسبورت فيكتور ماشين، اوكي. بعدين هنا بتحدد له نوع الانتانجلمنت بتاعك، وهنا نفس اللاينز بالظبط اللي فاتت، زد فيتشر ماب السامبلر، نفس الكمبيوت اند كمبيوت كل حاجه. وهنا بتدي له بقى الايه للسبورت فيكتور ماشين، بتدي له السي اللي انت حاططها هنا اهو، وبتدي له عدد الريبيتيشنز كانت موجوده هنا اهو، ونوع الانتانجلمنت بتاعك. وفي النهايه خالص انت بترتيرن السكور على التستنج فيتشرز، اوكي. طيب بعديها بتستخدم يعني في موديول اسمه اوبتونا. اوبتونا ده يعني الفكره كلها انه هو بيعتمد على اكتر من كذا طريقه، اكتر من كذا ميثود. باي ديفولت هو بيستخدم حاجه اسمها تري بيست بارز ان استيميتور. ده سامبلر بيقعد يسامبل من السيرش سبيس بتاعك، والسيرش سبيس بتاعك اللي انت معرفه هو عباره عن عدد الريبيتيشنز والسي ونوع الانتانجلمنت، فهو بيحاول يسامبل ما بينهم، ودايما بيحاول يريديوس السيرش سبيس كل ما بنتقدم في الايتريشنز، لحد ما في النهايه ما بيكونفرج لحاجه معينه. هنا انت بتحدد التايم، انت عايز تقعد قد ايه في حاله السيرشنج، 3 دقائق 4 دقائق 5 as you like. خليها هنا مثلا، يعني انا كنت عملت لها رن من شويه، هي المفروض وصل ل value 1 او 100% accuracy على التستنج داتا، ودي كانت ال عدد الريبيتيشنز 2 بدأ. يعني انا الريبيتيشنز فوق كانت 1 مع 2 ريبيتيشنز ادالك 100% accuracy، والسي هنا كانت 9.9. في iteration ثانيه الريبيتيشنز فيها كانت 2، والسي هنا كانت 6.1. طبعا كل ما بتديله وقت اكتر فدايما هتلاقي بيطلع لك دايما 100% accuracy، بس بمختلف يعني ممكن تلاقي الريبيتيشنز الثلاثه برضو ممكن توصلك لاكيورسي كويسه، ممكن اربعه او خمسه وات ايفر. فانت هنا بتعمل فاين تونينج للموديل بتاعك، اكشلي انت فعلا بتعمل فاين تونينج وكل حاجه، وانت هنا شغاله على هايبريد كوانتم ماشين ليرنينج ميثود، بتافاليويت الكيرنل اون كوانتم كمبيوتر، اند ذن بتريتيرن الجرام ماتريكس للكلاسيكال موديل عادي جدا، تمام كده. قبل ما اخش في حاجه كمان، هل في اي اسئله؟ الو، انا عندي سؤال كريم، اتفضل. حاضر، ما اعرفش لغايه اما، بس لو حد حابب يرفع ايده. بس انا يعني انت الميثود بتاعت السواب تيست والكمبيوت ان كمبيوت، السواب تيست هي بتجيب لك السيميلاريتي بتوين ستيتس، صح؟ اوكي. طيب الكمبيوت ان كمبيوت هي بتجيب لك سيميلاريتي بتوين اوبريتورز، فايه العلاقه ما بينهم؟ اوكي، كمبيوت ان كمبيوت ماشي. هو الكمبيوت هنا انا اليونيتري ذات نفسها بيزد اون وات، يعني يعني انت هنا بتجيب تشوف لي السيميلاريتي بتوين الاوبريتورز. اوكي اوكي تمام. هو الاوبريتور هنا بيزد اون وات، ديفايند اون وات، على الديتا اللي انا بديها له. فالاوبريتور ده في النهايه بي ترانسفورم الستيت من الجراوند ستيت لحاجه الستيت معين، او تفر الستيت دي فين. بس لازم يبقى عندي الاوبريتورز، عشان يعني هنا عندي الاوبريتورز وهنا عندي الستيتس، فيعني مش عارف، في كونفيوزنج شويه في القصه دي. هي فكره لطيفه على فكره، يعني فكره الكمبيوتر ان كمبيوتر فكره لطيفه، لكن هل هي كومبيرابل مع السواب تيست؟ هي كومبيرابل، هي بالظبط. تعالى نعمل حاجه صغيره، تعالى يعني لا مش هنعمل حاجه خلاص، خلينا دي نتناقش فيها بعدين، بس انا الموضوع ده شغلني شويه فقلت ايه اسالك فيه يعني. لا هي it is the same، لان يعني حضرتك في حتى في السواب تيست باي ذا واي، يعني معلش نعمل كوانتم سيركت وغنطوطه كده، معلش انا بس ما نلخبطش الناس كريم، خلينا هنتخانق في قصه
لا والله حاجة صغيرة، حاجة صغيرة خالص نتناقش والله. فيها، نتناقش فيها في مقام اخر عشان يعني الناس زمانها تعبت، احنا فاضلنا 5 minutes، فيعني لو انت عايز تقول لهم حاجه في 10 minutes يعني، فعشان بس ايه ما نطولش عليهم اكتر من كده. السواب تيست كانت I think بالمنظر ده صح؟ لا ثانية. لا، ايه اللي انا بعمله ده؟ السواب تيست كان هضمرد فوق وبعد كده كنترولد انا سواب عايز اشوف فريتكن. الكنترولد، انا عايز بس اشوف فين الكنترول ده. انا لو حطينا كنترول هل ممكن يبقى فيه؟ لا مفيش. ناس كريمة، أنا آسف على سؤالك سحبته. يلا لا والله بس انا عايز، هم لا كان في هنا اتفضل يا والله، لا سيادة. والله والله كان في هنا حاجة مش عارف راحت فين، انا متضايق. لا حقيقي اتضايقت. لا ما هي موجودة، موجودة كريم، السواب موجودة، موجودة في اللايبرري، بس ما تشغلش بالك بيها دلوقتي خلاص. في طيب ادا كنترول. صح، في ادا كنترول، انا ادا كنترول. بس كده ثانية واحدة. بالعكس هو عكسها ليه؟ مش راحت فين؟ كنترول هنا هنخليها زيرو بس كده. حط هذا المرض كمان، والميجر بس اللي فوق، والميجر بس اللي فوق صح؟ تمام. اوكي تمام. طيب نغير ده، او من غير ما نغيره نعمل انسبكت and then we'll run. فين ال view probabilities؟ فاحنا بادئين ادي دي ال state بتاعتنا، ممكن نشيل ده ونريح. انا ابص، انا فهمت انت عايز توصل لايه، بس مش هو ده السؤال بتاعي، فانا خلاص انا فهمت انت عايز توصل لايه. انت كده بتعمل بريبريشن ستيتس، يعني التو اوبريتورز تحت، فانت اوريدي عندك الهاو تو بريبير، بس بالظبط. السواب تيست ان انت عندك اوريدي كوانتم ستيت، ما انتش عارف حصل لها بريبريشن ازاي. اوكي ماشي، في حاجه زي دي تمام. يعني هو طبعا الصوت ليه حاجات انا تانية. فهمت انت عايز توصل لايه، وكلامك اي اجري لو احنا هنستخدمها بالشكل ده يعني. تمام اوكي تمام. طيب هل في اي حد تاني عنده اسئله؟ لا تمام اوكي. اوكي طيب اخر حاجه بسرعه. انا خلصنا السلايد دي. هنا الفكره بتاعت الكمبيوتر كمبيوت كماثماتكس. فانت بادئ جراوند ستيت اوكي. عندك ال بسم الله الرحمن الرحيم، الاس ده هو البيج اوبريتور بتاعك تمام. وانت عندك فيه المفروض اوبزرفبل معين تمام. حسبت الاكسبريشن ده كده كله على بعضه، في النهايه خالص المفروض هترتيرن ليك الاوتبوت ده، والاوتبوت ده اللي هو يعتبر الكيرنل بتاعتك اوكي. ده يعني من ناحيه البيرو ماثماتكس. طبعا الاصفار دي راحت مع الاصفار دي لان الانر برودكت ما بينهم واحد المفروض، ومش هيتبقى لك بس غير الايه، الكمبيوت اند ذن ان كومبيوت اللي هو التو بيج اوبريتورز اللي موجودين، او طريقه الانكودنج بتاعتك. طيب في حاجة تانية في زي ما قلنا، بدل ما بتنكود الداتا وترانسفورم وتحسب السيميلاريتيز وبعديها تردها الكلاسيكال ماشين ليرنينج، اكشلي يو كان هاف الفيتشر ماب بتاعتك اند ذن انذر انسرز، او يعني في كده بلوك. البلوك ده هيبقى فيه شوية ويتس وشوية انتانجلمنت، وفي النهاية بتعمل ميجرمنت اوكي. طيب الميزة بتاعت حاجة زي دي ايه؟ لا في مميزات كتيرة. اكتر ميزة فيها ان الكوانتم ماشين ليرنينج اب انتل ناو يعني بروفد اللي هو احسن بكتير جدا من كلاسيكال ماشين ليرنينج لما بتيجي تشتغل على كوانتم داتا. يعني ايه كوانتم داتا؟ يعني على سبيل المثال لو انت عندك هاملتونيانز وتحاول ان انت تشوف الجراوند ستيت بتاعته، لو انت تشتغل كوانتم كيمستري مثلا، او لو انت عايز تعمل ستيت ديسكريميشن، فايتس ماتش ماتش مور وايز ان انت تستخدم كوانتم ماشين ليرنينج بدل ما تاخد الكوانتم ستيتس بتاعتك وتروح مثلا ساي على نيورال نتورك او ايا كان الكلاسيكال كلاسيفاير بتاعك تمام. ولكن نحط ولا حتى ولكن دي 100 خط علشان تحسب الجريدينتس بتاعتك. فهنا الموضوع بيبقى مقرف شويه. مقرف ليه؟ حسبه الجريدينت عندك انت بتضطر ان انت ترن السيركت مره والويتس شيفتد،
وبعديها مره كمان والويتس شيفتت في الاتجاه المعاكس اوكي، وبتحسب الجريدينت بالفورميولا دي. فتخيل مثلا لو انت عندك 10 ويتس او 10 ويتس، فانت 10 في 2 يعني انت بتعمل 20 ايفالويشن، وكل ايفالويشن مثلا انت بترن 1024 مره عشان تجيب اتليست يعني الديسنت استيميت للاكسبكتيشن فاليوز بتاعتك. فيعني عمليه مش الطف شيء. ولذلك كسكت في حاجه اسمها البريميتيفز او تايم بريميتيفز، وده بيسرع شويه الكمبيوتيشنز بتاعتك. دي حاجه على سبيل ده يعني يعتبر مثال بسيط للايه لل يعني انت هنا عملت انكودنج للديتا في زد انتراكشنز اوكي. الداتا بتاعتك عباره عن 3 فيتشرز ماينس 2 0.8 وباي اوفر 2 جميل. بعديها هنا انت عملت فاريشنال كلاسيفاير او فاريشنال سيركت اللي هي انت بتستخدم هنا بقى الروتيشنال جيت. الروتيشنال جيت هنا بتلف حوالين البلوك سفير كلها لان هي تعتبر بتلف مع ال 3 اكسيز اكس واي وزي، وبتعمل هنا انتانجلمنت في النهايه تاخد الميجرمنت بتاعتك. دايره زي دي عدد الايفالويشنز بتاعتها هيوصل انت عندك 1 2 3 في 3 ب 9، انت عندك 18 ايفالويشن علشان بس تحسب الجريدينت. فيعني it's really not that friendly لو انت عايز تشتغل على بروبلم بقى كبيره بجد. احنا اشتغلنا على الجزئيه دي و thank you. بس قبل thank you لو الناس لسه فايقه، لو لسه فايقين واحد فين بس كسكت مش لونك. هنا ده يعتبر المين ويب سايت لكسكت ماشين ليرنينج اوكي. في التوتوريالز كل حاجه بالتفصيل الممل، حاجات كتيره. احنا يعتبر اشتغلنا على الكوانتم كيرنل ماشين ليرنينج اوكي، وعرفنا نوعا ما ايه هي الكوانتم نيورال نتورك بشكل مبسط. الكوانتم نيورال نتورك هنا بقى بالتفصيل الممل هيفهمك ازاي تحسب الجريدينت وايه هي طرق الحساب بتاعها. في الكيرنل ثيري عامه في حاجه اسمها الكيرنل الاينمنت which is a different method للشغل بتاع السبورت فيكتور ماشين. في طريقه مختلفه للسبورت فيكتور ماشين اسمها بيجاسوس كوانتم سبورت فيكتور ماشين which is a new algorithm مختلفه عن الاوبتمايزيشن للسبورت فيكتور ماشين شويه. كيسكت حتى الان اكسبوزد بس البايتورش. الكيسكت للاسف مش اكسبوزد للتنسور فلو. في هنا توتوريال لطيف جدا عن الكوانتم كونفولوشنال نيورال نتورك وعن الحاجه اسمها كوانتم اوتو انكودر. لو انت تعرف الاوتو انكودرز كلاسيكلي فيعني it might be interesting for you لان انت تشوفه. I totally recommend ان انت ما تبصش خالص على training a quantum model on a real data set. في huge issue في التوتوريال ده. بالنسبة للـ API انت اهم حاجة محتاج تشوفها في الـ API حاجتين اتنين. اول حاجة الـ kernels، تاني حاجة الـ neural networks. الباقي بقى الحاجات زي الـ compute وعن compute مش عارف ايه موجودة في الـ algorithms من جوه. راحت فين؟ مرسى ما عملوش ابديت. غريبة راحت فين؟ أو في الكيرنلز؟ طب انا حقكم عليا يا جماعه، حقكم عليا. هي اتنقلت للكيرنلز. انا شكلهم عملوا ريليس جديد، شكلهم عملوا ريليس جديد واحنا بنتكلم. حصل خير. المهم ده يعتبر المين موديول اللي جواه فيه كل الكلاسز اللي احنا اشتغلنا عليها زي الفيداليتي كوانتم كيرنل. في فيداليتي مختلفه شويه عن الكوانتم كيرنل اسمها فيداليتي ستيت فيكتور. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق بكل بساطه ان في الستيت فيكتور اسرع لان انت بتشتغل على بدل ما بتعمل ميجرمنتس وبعديها في كاونتس وبتحسب الاوفرلاب. طب ما انت ممكن تاخد الستيت على طول وتقوم ايه بسيمبل انر برودكت ما بين الستيت فيكتور والكونجوجيت ترانسبوز بتاعه. فانت كده يعتبر حليت الفكره كلها. بدل ما بتكسكيوت بيجر سيركت، لا هو بتبقى سيركت صغيره خالص وفي النهايه بتاخد الستيت فيكتور بتاعها
وتضربه في الكونجكت ترانسبوز بتاعه، فعلشان كده دي اسرع شويه. اوكي طبعا الترينبل كيرنل والترينبل فيداليتي كوانتم كيرنل الاثنين دولت لحاجه اسمها الكيرنل الاينمنت which is a little bit advanced. تمام ده اللي انا كنت عايزكم تشوفوه. That's it. واسف على طول. شكرا كريم. يعني انا بشكر الجميع. خليني بس الاول عايز اعمل شيرينج سريع الاول. بس في اي سؤال كريم قبل ما نكونكلود؟ في اي سؤال كريم؟ طبعا انا عارف ان الماشين ليرنينج او الكوانتم ماشين ليرنينج از نوت انف ل 45 دقيقه، ده محتاج مش كورس واحد انا عارف. فيعني انا بشكر كريم على الكويك يعني انترو ده، بس يعني محتاجين ان احنا يبقى في عندنا كورس مفصل في الكوانتم.